رعى معالي العين حسين المجالي حفل إشهاري أول فيلم وثائقي متلفز يحكي قصة التواجد المسيحي في محافظة المفرق، والذي كان بعنوان مسيحيو المفرق، بحضور ممثلين عن المؤسسات المدنية والكنسية والمجتمعات المحلية وجمع غفير من المواطنين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بحضور جماهيري لافت شهدت مدينة المفرق إطلاق أول فيلم وثائقي متلفز بعنوان مسيحيو المفرق، والذي يحكي قصة التواجد المسيحي في المحافظة، حيث شهد حفل الإشهار الذي رعاه معالي العين حسين المجالي ممثلون عن المؤسسات المدنية والكنسية والمجتمع المحلي وجمع كبير من المواطنين. وبعد أن كانت الصلوات والمعمودية تؤدى في البيوت، ظهرت الحاجة لبناء كنائس للطوائف المسيحية المختلفة وضرورة توفير رعاية الكنسية لهم، حيث زادت عدد الأسر المسيحية في العام 1947 في المفرق عن 220 أسرة مسيحية، وبلغ عدد أفرادها 1265 فرداً، وشكلوا ما نسبته 17% من سكان البلدة موزعين على الطوائف المسيحية الأربع التي كان لها وجود في البلدة. ويسرد الفيلم الذي تم تنفيذه بدعم اللوجستي كالتصوير والمونتاج والإخراج من مكتب نورسات الأردن، ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل وإعداد الصحفي فيصل بصبوص، قصة التواجد المسيحي في الأردن كأقدم المجتمعات المسيحية في العالم، حيث أكدت الدكتورة السمعان حرص نورسات وبوحي من رسالتها الإيمانية على دعم كل جهد يعزز الوجود المسيحي المرتبط بتاريخ الأردن، ويجسد أيضا حالة الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد. حضور نورسات بهيك مواقف وبهيك نشاطات طبعا مش غريب، لأنه نورسات رسالتها ودعم الحضور والوجود المسيحي، وأيضا لإثراء الحضور المسيحي بتاريخ المسيحي، تاريخ المنطقة العربية في الشرق، والتاريخ المسيحي الموجود كمان في مناطق أردنية مثل مدينة المفرق اللي إحنا هلا متواجدين فيها. فهذا الفيلم كان يجسد مبدأ العيش المشترك اللي كان بين المسلمين والمسيحيين في الزمان الماضي لحد الآن ولا يزال، والأردن هو نموذج في هذا العيش المشترك، التعامل الودي الإنساني مع بعض بالمحبة والسلام والتلاقي، تلاقي مع الآخر، وهي رسالة نورسات، رسالة المحبة والسلام والتلاقي. نحن دائما موجودين بهيك نشاطات، ونورسات رسالتها وين ما كان تنشر هاي المعرفة وهذا التاريخ وهذا الحضور. فنتمنى للجميع، وأيضا هذا من هذا المنبر أنا بوجه رسالة كمان لكل إعلاميين صحفيين اللي حابب إنه يعمل مادة وثائقية عن الوجود المسيحي في الأردن، إنه نحن حاضرين كمان في دعم التصوير والمونتاج من مكتب نورسات. وشكراً لكم شباب نورسات، الله يعطيكم العافية. أنا فخور أني أقدم هذا الفيلم، وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الفيلم، خاصة أهلي في محافظة المفرق بمختلف طوائفهم مسيحيين ومسلمين، لإنجاح هذا الفيلم، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي كان من مكتب نورسات وبلدية المفرق وكل من ساهم في إنجاح هذا الفيلم. هذا الفيلم هو عبارة عن أول وثيقة تاريخية تتحدث عن الوجود المسيحي في المفرق، تناولنا فيه بداية نشوء المدينة منذ نواة نشوء المدينة، بالتالي توافد المسيحيين على هذه المنطقة من مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ومن الدول المجاورة، وجاءوا إلى المفرق تحديدا لعدة عوامل. أولا للتجارة، حيث كان هناك سكة الحديد المعروفة بالقطار المحطة، كان يأتون المسيحيين إلى هنا إلى هذه المنطقة بحكم التجارة، ومن ثم توسع التواجد عندما أنشئت طريق بغداد فساهموا في إنشاء هذه الطريق، ومن ثم زاد هذا التواجد بوجود خط الاي بي سي، خط البترول الذي يربط كركوك بحيفا للتجارة، فهم كذلك ساهموا في إنجاز هذا الخط، ومن ثم نتيجة التعايش والعيش
المشترك في هذه المحافظة الذي كان يتسم دائما بالمحبة والمودة زاد التواجد المسيحي، فالآن نجد أنهم يعيشون في كعائلة أردنية واحدة، لا فرق أبدا بين مسيحي ومسلم، لا يوجد تفرقة أبدا. وكذلك حتى أن هذا التواجد يعني ضربت فيه أمثلة على سبيل المثال الخوري اللاتين في ذلك الوقت عندما كان بحاجة إلى الدم ومرض، فأول المتبرعين له كان إمام المسجد المفرق الكبير. بالإضافة عندما كانت تخرب وتتلف سماعات المسجد كان الذي يقوم بإصلاحها الخوري الذي عنده مهارة عالية بتصليح الأجهزة الكهربائية. فنحن أسرة واحدة الحمد لله. يسعدني أن أقدم هذا النموذج الأردني إلى العالم كامل ليرى العالم كيف يعيش الأردنيون في محبة وسلام ووئام. وعلى هامش حفل الإشهار انعقدت جلسة حوارية تناولت العيش الإسلامي المسيحي في الأردن تحت عنوان الأردن نموذجا، شارك بها معالي العين حسين المجالي وقدس الأب نبيل حداد الرئيس التنفيذي لمركز التعايش الإسلامي المسيحي وسعادة النائب السابق جميل النمري ومدير آثار المفرق الدكتور إسماعيل بني ملحم، حيث تحدث المشاركون في الجلسة عن تميز الأردن عبر العالم بالوئام والعيش المشترك بين جميع أبنائه مسلمين ومسيحيين، مشيدين بنفس الوقت بدور نورسات ورسالتها المسكونية في تغطية الفعاليات التي تخدم الوطن وأبنائه. هذا جهد مبارك خير، هكذا تتجسد إرادة هذه المؤسسة الإعلامية الطيبة، مؤسسة النور نورسات، وهي تسجل مبادرة من خلف الهدوء لتصور حالة أردنية هنا في المفرق. النورسات تقدم اليوم صورتها وهي تحب هذا الوطن وتراب هذا الوطن من خلال تبنيها لإنتاج ومنتجت هذا الفيلم الرائع مسيحيو المفرق. نأتي إلى هنا من عمان، نأتي إلى المفرق، إلى عروس البادية، عروس الصحراء، حيث سجل مسيحيو هذا الوطن في المفرق كما بقية المسيحيين سجلوا حالة نفتخر نحن جميعا بها، فجاء هذا الرد على هذا الخير والخير في هذا الوطن عندما نتحدث عن الوئام بين الأديان. المسيحيون أثبتوا أنهم شهود للسيد المسيح، شهود للحب وللخير وللوئام مع جيرانهم وإخوتهم المسلمين. أنا فخور بأنني ساهمت اليوم في هذه الاحتفالية التي تمت بدعم من نورسات ومع بالمشاركة مع بلدية المفرق في قاعة المفرق، وهذا الإعلامي فيصل بصبوص الذي لم يجد أقرب إلى قلبه من هذه المؤسسة المسيحية أعني نورسات لكي يقدم لنا سيرة رسمت كلوحة تصلح لأن تقدم شهادة للآخرين، تعالوا إلى المفرق وانظروا كما أن عمان هي حاضرة الوئام والتعايش، هذا المفرق الذي أنتجه أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين نراهم هنا يتحلقون حول قيمة رائعة هي حب الله وحب الجار. صور الكنائس برسالتها ورسالاتها ومؤسساتها كهنتها ومؤمنيها في هذه المدينة العزيزة تجعلنا نفخر بإيماننا بوطننا. هؤلاء المسيحيون شرفاء من شرفاء هذا الوطن وهم حملة الشهادة حب الله وحب جيرانهم. شكرا لنورسات التي قدمت، وشكرا لفيصل بصبوص، وشكرا لأهلنا في المفرق مسلمين ومسيحيين، وأنتم جميعا تقدمون مسيحيو
المفرق لنا. وانتهى حفل الإشهار الذي حضره نواب وأعيان ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي بتسليم راعي الحفل الدروع التكريمية للداعمين لإنجاز هذا الفيلم. تلا ذلك تقديم معزوفات وطنية صدحت بها فرقة مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة الروم الأرثوذكس في المفرق، نالت رضا وإعجاب الحاضرين.